السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. في هذا الفيديو سأقدم لكم إخواني في الله مشروع جميل جدا يمكنكم الاستثمار في إخواني في الله والبدء إخواني في الله في ربح بعض العمولة من خلال الاستثمار الخاص بكم إخواني في الله. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى لكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الضغط على زر لايك لمزيد من الفيديوهات إخواني في الله. فكما نرى هذه الواجهة الخاصة بالمشروع، فالمشروع يدعى بكاغا كريبتو كما نرى، فهو عملة أو مشروع جميل جدا إخواني في الله كما نرى من هنا. يعني سأقوم لكم يعني بعض المعلومات، يعني يوجد أيضا الأبكامين إكسايرين لاين أب كما إخواني في الله قلت لكم. فكما نرى من هنا يعطيك أن كل شيء إخواني في الله سأشرحه لكم. فمثلا هنا الكاغا إيردروب الخاص بهم إخواني في الله سنتطرق إليه من هنا إخواني في الله بعد أن نتطرق إلى هذه الأشياء. فكما نرى يوجد أستيك إخواني في الله، سنجد كل شيء هنا وسأشرح لكم كل شيء هنا. أيضا الكريبتو أسيت جوفرن الغوفرنس إخواني في الله الأليانس موجود كما نرى، ستيكن ويد كيغا كما نرى موجود بهذه الطريقة. كل ما علينا يعني هنا أيضا في الفيوتشر كما قلت لكم، كواليتي كما نرى، الاوديت، الباونتي ريورد والبارتنرشيب أيضا موجودة. فكما نرى من هنا يعطيك بعد الفيديو التوضيحي حول يعني المشروع لكي تعرف أكثر. ثم هنا موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهم إخواني في الله، مثلا إذا دخلنا إلى التويتر الخاص بهم. إذا إخواني فكما نرى هذا التويتر الخاص به فهو verified كما نرى، ولديه أكثر من 100 ألف شخص تقوم بفولوين على هذا الشكل إخواني في الله. وهنا ستجد العديد من الأشياء، يعني الإيردروب كامبينز كما قلت لكم الذي سنتطرق إليه إخواني في الله. يمكنكم التفاعل معهم لكي تعرف كل يعني جديد حول المشروع وكل الجديد إخواني في الله. أيضا هذا التليجرام الخاص به، يمكن لكم الذهاب إلى join على هذا الشكل، بعدها تقوم بجوين الخاص التليجرام الخاص بهم لكي تعرف المعلومات وكل شيء حول المشروع الذي ستساعدك إخواني في الله. إذا أول شيء إخواني في الله نقوم به وهو الكونكت الوالد الخاص بنا. نقوم بكونكت على هذا الشكل، ثم يمكنكم كونكت كوين بيز أو ذا والد أو تراست والد أو أي واحدة. مثلا أنا سأدخل بتراست والد الخاصة بي. كما نرى إخواني في الله بعد أن قمت بالعمل الورد الخاص بي في هذه الورد الخاصة بي، فكما قلت لكم أول شيء سنطرق إليه إخواني في الله وهو الأبكامين يعني أو الإيردروب إخواني في الله الكامبين الخاص بي. فكما نرى توتال برايس فيوجد 5 ملايير كاغا كما نرى من التوكن الخاص بهم. فكما نرى إخواني في الله الكامبين الأولى ستكون يعني كما قلت لكم هذه التوقيت الخاصة بها ستكون يعني سيكون 100 مليون في البرايز بول إخواني في الله. نقوم بمنه لكي نعرف أكثر. فمثلا هنا بيكون ستيكين بيونر كما نرى أون كاغا نتورك على هذا الشكل بهذه الطريقة لكي تبدأ في البارتيسيبيت. فطريقة تقوم بريجستر على هذا الشكل، ثم بدأ تقوم بسبميت من هنا، مثلا تقوم بالريجستر على هذا الشكل إخواني في الله. فكما نرى من هنا إخواني في الله سيعطيكم يعني اللوغان وكل شيء من هنا يجب عليكم أن تعملوا إخواني في الله لكي تدخل في الأولى إخواني في الله، وبعدها تقوم بسبميت على هذا الشكل. هنا terms and conditions كما نرى. أيضا الكامبين 2 ستكون هنا، الكامبين 3 حتى الكامبين يعني هما الآن في الكامبين 3 إخواني في الله. فكما نرى تقوم من هنا لكي تعرف هنا الوقت من 7 فبراير حتى 29 كما نرى. فالبونس إيردروب توب 30 كما نرى سيكون على هذا الشكل، وبطريقة التسجيل وكل شيء بهذه الطريقة إخواني في الله كما قلت لكم. فهذا هو الإيردروب الخاص بهم والذي تقوم بسارع إخواني في الله لكي تبدأ إخواني في الله في الدخول فيه. أيضا شيء آخر سأقول لكم هو الستيكين الخاص بهم. فكما نرى هنا الستيكين الخاص بهم يمكنكم يعني الكاغا كريبتو يعني يمكنكم في الإثريوم أو الكاغا، مثلا الكاغا فيه 12% مثلا تقوم بستيك ناو على هذا الشكل. بعدها تقوم بأبروف على هذا الشكل، يجب عليك أن تكون لديك بعد العملة في الحساب الخاص بك إخواني في الله. فمن هنا يعطيك يعني كم الطريقة وكل شيء، فمن هنا ستجد الأشياء الأخرى إخواني في الله. إذا كنت تريد مثلا في الإثيوم بنفس الطريقة تقوم بستيك على هذا الشكل، وبهذه الطريقة يمكنكم إخواني في الله الستيكين بهذه الطريقة كما قلت لكم. أيضا الغوفرنس كما نرى من هنا الغوفرنس يمكنكم مثلا create new proposal كما نرى، ثم تقوم بأبروف بهذه الطريقة، ثم بهذه الطريقة يمكنكم أن تعملوها. مثلا الإيرلي أكسس إخواني في الله بهذه الطريقة يمكنكم الدخول. هنا يعطيك الكونتراكت الأدريس الخاص بهم. إذا كنت تريد مثلا أشياء أخرى حول المشروع سيعطيك بسرعة إخواني في الله هنا. فمثلا إذا كنت تريد مثلا كما قلت لكم الآن، إذا تريد مثلا ستوري حول المنصة
يمكنكم أو المشروع يمكنكم قراءة هذه الأشياء إخواني في الله لكي تعرف أكثر حول مشروع الكاغا كريبتو. كما نرى هنا الفاوندرز كما قلت لكم الرود ماب الخاص بهم إخواني في الله كل شيء ستجده هنا، وأيضا يوجد إخواني في الله يعني في الوايت بيبر الخاص بهم، فهذه الوايت بيبر الخاص بهم يمكنكم إخواني في الله أن تدخل إلى الوايت بيبر لكي تعرف أكثر، مثل التوكونوميكس مثلا كونتاكت أدريس، هذا كل شيء إخواني في الله في يعني في في الوايت بيبر إخواني في الله. متى إذا كنت تريد أن تعرف مثلا حول استيكين من هنا سيعطيك كل شيء حول استيكين إخواني في الله لكي تفهم أكثر ولكي تعرف أكثر إخواني في الله حول المشروع إخواني في الله. أيضا إخواني في الله فهي now listed on gate.io bitget وbitmart ثم MEX كما نرى MXC بهذه الطريقة. من هنا إذا كنت تريد الشراء مثلا تقوم بالشراء من هنا، ستذهب مثلا إذا تشتري العملة الخاصة بك أو الخاصة بهم كاغا كما نرى، تقوم فقط بكونكت الوالد الخاصة بك، وهنا يجب أن تكون لديكم أموال مثلا في الميتاماسك والد كونكت أو أي واحدة. مثلا هذه الميتاماسك الخاص بي، فمثلا من هنا تختار العملة، تقوم بسويتش نتورك، ثم بعد اخواني في الله من هنا يمكنكم الشراء مثلا اذا كنت تريد الشراء بالاثريوم او الشراء باليو اس دي تي او اي واحده مثلا. وبعد مثلا اذا شريت 100 يو اس دي تي فستعطيك مثلا كم تساوي بالكاغا او مثلا 1000 دولار، انظر كم ستعطيك اخواني في الله، ستعطيك تقريبا مليون كاغا كما نرى. يجب ان تكون لديك الاموال في الوالد الخاصه بك في الميتاماسك او اي والد اخرى، وبعد اخواني في الله سيمكنكم الشراء والاستثمار إخواني في الله. إذا شرحت لكم تقريبا كل شيء حول المنصة، لا تنسوا يعني الكاغا ايردروب إخواني في الله، فضرورية ضرورية أن يعني الدخول فيها إخواني في الله وكل شيء. إذا شرحت لكم كل شيء حول هذا المشروع كان معكم مدلة تقنية، والتقي في فيديو جديد في القريب العاجل. إلى اللقاء.